افتتحت السلطات السعودية جسرا جديدا للطواف في مكة المكرمة لتخفيف الازدحام الذي ينشأ خلال مواسم الحج والعمرة. ويربط هذا الجسر الذي يتكون من طابقين بين مدخل الحرم الشريف ومخرجه، ويدور حول الكعبة المشرفة. وتسمح السلطات السعودية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الجسر الذي افتتح أحد طوابقه فقط، والذي يرتفع 12 مترا ويبلغ عرضه قرابة 13 مترا، وتستطيع 1700 عربة للمقعدين من الطواف فيه خلال ساعة واحدة.